جريت في الجان عاد كان راس عين كلها يتاح حفيصين والبيوت صغار حق عمي دار وحركة أنا كنت يلدة كنت جاهلة أبل ما أشتيش أشبيس حريفة وبعدين يوم واحد كان ما كان شي في الأرس بسيخولوجي وإبحوني ولا شي وبعدين أنا كنت أنا والحبيرة حقي سارة مشركي في الجن بوتوغ في الجن وبعدين قالن قد احنا بنات اربع حماش مدريم لو ان كانوا يفعلوا قيلي ما طلع منزل لو حشوب حماش بعريخ طرحونا خرجتنا الجنينات في الحفيص كان كل الحفيص اسفلت وفعلت لنا اثنين توريم ثنتين شورت ثنتين توريم وقالت وعلمتنا شير وانا كنت في الشورة هذي ما همش دارين التشير هذا حق المبحن كيف افعل كيف افعل انا اشتي اصير بتسافر انا اشتي اطلع لبتسافر ما اشتي اشي اصير القان خليت القنانات لما هي لكل كخراتي وجزء وعبرتي للتورة دي وصرخ لعلوت قام يمشي لي زخوطة تقن علي يد عبينا عفريت كانت تدي لها الجبارة كل من الدبرم انت تشتي هذا تجري يعني الكسوة والمعيلي موزين قال له أمي كانت حخومه قالت كان تبيلي اديلي الكل أبي وكان تلميذ حخوم تلميذ حخوم قدول هو دخل الأراس قدو داري يقرأ ويكتب هو الأول في روش عاين أدي اشتغل في عمي دار هو الأول أدي قسم المفاتيح للبيوت أبي كان في عمي دار كان يحب النسوان والنسوان كان يحبنه هو يفاه وبعدين بدع مع النسوان والنسوان بدع معه خرج من عمي دار وقري أمي شقيات وهو قري في قبعة واشنطن موري وقري في قبعة واشنطن موري مرة واحدة جاءوا من مسرد الحنوخ لعنده وهزا يعود سافر بسيعوت وهز قالوا له يا موري سالم موري مضموني ما تام لميدتا ايش بتقري العيال قال بيتا قريهم الكل قالتا بتقريهم على الرفت ولا على اللول قال ما بش هنا في روش عاين ما بش رفت قال الموري قري الما يش ان يش رفت هنقريهم على الرفت وان يش لول هنقريهم على اللول انا بتقريهم على الما يش ويا الموري الأول.